اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم كابتن ابو المجد مصطفى. ازيك يا كابتن؟ كابتن سامي اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. انت معانا النهارده في وقت كويس بعد ما الداخليه اخيرا فازت على بيراميدز، ولكن انا لسه كنت بتكلم معاك بقول لك انه طبعا زي ما حضراتكم عارفين ابو المجد هو مدرب الداخليه، مظبوط؟ مدرب العام للداخليه. طيب، فبالتالي اول فوز بعد اداء جيد لعده مباريات الحقيقه، ولكن كان دايما بينقص الداخليه الفوز. يعني كابتن الحمد لله احنا في بدايه السنه، يمكن انا كنت في مره كنت قاعد مع حضرتك وكنا بنتكلم برضو في بدايه الموسم، كان قبل بدايه الموسم، يمكن احنا برضو كان عندنا مشكله في البدايه ان احنا بدانا متاخر، يعني اللعيبه عقبال ما اتجمعت، ان انت عارف ان نادي الداخليه صاعد حديثا للدوري. نعم. فيمكن دخول في اللعيبه الجديده اللي انت كنت محتاجها، انت طبعا اضطريت لغايه لما الدور السنه اللي فاتت ايه يخلص. صح. فيمكن ده كان في وقت كبير جدا احنا كنا بادئين بدري عشان برضو نقدر نكون الفرقه، نقدر برضو نشوف احتياجاتنا ايه، ولكن ما كنتش تقدر تجيب لكن ما اللعيبه كنتش غير تقدر بعد لعيب. بالظبط بالظبط، ان انت برضو ما كنتش عارف مين اللي هيكمل في ناديه، مين اللي هيمشي، مين اللي صحيح. اللي هيقدر يتحرك. فانت كنت برضو لغايه اخر لحظه انت مستني. نعم. فالحمد لله احنا بدانا الفرقه تتجمع في المعسكر الاساسي اللي هو كان قبل الدوري تقريبا باسبوعين. فيمكن اللعيبه دخلت معانا متاخر، في لعيبه خدت راحات ورجعت، فانت محتاج تجهزها. فيمكن حتى كان عندك الوقت دوت ما كانش عندك وقت كافي ان انت تقدر تعمل ماتشات وديه كتير، او يبقى في تحاول تقرب اللعيبه من بعض او تعمل الانسجام ما بينهم في طريقه لعب في شكل. ده برضو كان مدينا صعوبه شويه ان انت مش قادر توصل، يعني الوقت مش مساعدك في التوقيت دوت. فلغايه لما الحمد لله بدانا الدوري وبدانا اول ماتش طلع الجيش، ويمكن عملناه بشكل كويس قوي، ويمكن يمكن الماتش دوت فرق معانا كتير. لو السويس يمكن الماتش ده فرق معانا كتير، لو النتيجه كانت ايجابيه كانت هتبقى هتفرق دفعه كويسه جدا للفرقه. لكن اتعادلنا الماتش دوت، وبدات بعد كده طبعا تدخلت على ماتش الاهلي، ماتش صعب واتغلبت، ودخلت على ماتش الاتحاد واتغلبت. فلكن من ماتش الاتحاد لغايه ماتش بيراميدز الحمد لله الدنيا كانت في تصاعد احسن. الولاد كانوا بيتمرنوا بشكل كويس، بيحاولوا ينفذوا، الامور كانت ماشيه بشكل تدريجي في المستوى. يمكن معظم الماتشات الحمد لله احنا كنا بنعمل ماتشات كويسه، لكن برضو كان ينقصنا التوفيق في الفتره اللي فاتت شويه. في ماتشات كتيره خسرناها وتعادلناها ما نخسرش. صحيح. فالحمد لله يمكن النتيجه برضو ظهرت في اخر مباراه، يعني في مباراه بيراميدز. لانه انا كنت في الاسبوع اللي فات تقريبا بنتكلم عن الداخليه بتفرج على مباريات كثيره لي داخليه بيؤدي، اعتقد بعد الايقاف كمان الداخليه بيؤدي بعد ايقاف الدوري يعني 25 يوم داخليه راجع اقوى بكثير من الاول. انت لسه كنت بتكلمني عن راس حربه النيجيري رشيد احمد، قلت لي جه قبل فتره القيد بيوم واحد. بيوم واحد يعني دخل معانا قبل فتره القيد بيوم واحد وجه وسافر، يعني حتى ما كملش معانا. ورجع طبعا كان يا دوبك بدا يخش تدريجي معانا، بدا يتمرن معانا برضو الفترات، لكن طبعا كان محتاج ان هو يجهز. فما كنتش تقدر ان انت تديله ماتشات كامله او تقدر تديله وقت كبير. فبدانا ندخله تدريجيا لغايه لما الحمد لله بدا يخش جوه الفرقه وبدات الامور تتحسن معايا. اهم الصعوبات اللي بتواجهكم بقى كفريق الداخليه هذا الموسم؟ بص كده كابتن اسلام، في يعني في كل الاحوال ان انت بتدور على الامكانيات. طبعا يعني الناس مشكوره في الداخليه على قد ما بتقدر تساعد الفرقه، لكن في الاول وفي الاخر هم ليهم بادجت معين. بادجت معين ما بيطلعش بره. ما بيطلعش بره. وده برضو يمكن معطلنا احنا شويه حتى في حته التدعيمات اللي انت كنت محتاجها او نوعيه اللعيبه اللي انت كنت عايزها. ما كنتش تقدر ان انت تخرج بره البادجت دوت. فمن الطبيعي طبعا الموضوع ده لما بيقل معاك مش هتقدر ان انت تجيب لعيب كويس او لعيب
بمواصفات اللي انت عايزها. ف اكيد اكيد الحاجات ديت احنا بنعاني منها، لكن برضو الحمد لله يعني ادي للناس حقها، الفرقه واللعيبه اللي موجوده على قد ما بتقدر يا كابتن بتجتهد، وان هي بتحاول تنفذ وبتحاول ان هي طول الوقت تقدر تشتغل او تعمل اداء اللي احنا بنحاول نوصله مع الفرقه دي، حاجه تحسب لهم. والحمد لله هم بيحاولوا يجتهدوا زي ما قلت لحضرتك، وبيحاولوا يوصلوا لاعلى حاجه، فدي حاجه كويسه طبعا. يعني انا بحب يعني من خلال حضرتك احب احييهم يعني على الفتره اللي فاتت والتركيز والاداء اللي هم وصلوا له الفتره دي. طيب طموحكم السنه دي ايه؟ بقاء في الدوري ولا هل من الممكن مركز متوسط؟ بص يا كابتن، اكيد طبعا ان انت طموحنا احنا كمدربين احنا اكيد بتبقى عايز تتحط في مكانه كويسه جوه الجدول. طبعا. لكن طبعا في ظل الظروف اللي انت بتبقى موجود فيها والامكانيات المتاحه وصعوبه الدوري السنه دي، اكيد طبعا ممكن تبقى الامور مختلفه معاك انت، بس البدايه بس ان انت توصل الفرقه ان هي تبقى في مركز بعيد عن الناس اللي بتنافس تحت او الناس اللي المراكز المتاخره طبعا. لكن طول ما انت يعني بتلعب باطمئنان شويه او بتلعب باريحيه شويه، تقدر ان انت تعمل شكل وتقدر تعمل مركز احسن من كده. فاكيد طبعا احنا من طموحنا طبعا ان انت لازم تبقى موجود في نص الجدول على الاقل مع الفرق الكبيره. لكن صدقني الدوري السنه دي صعبه جدا على معظم الناس. ليه دايما بنقول هذه الكلمه؟ يعني اشمعنى السنه دي يا ابو المجد؟ يعني ترتيب الجدول والماتشات مش بتكلم على الداخليه، انا بتكلم بشكل عام. ما انا بتكلم يا كابتن، تيجي تتكلم النادي الاهلي مبارياته، حتى مباريات النادي الاهلي كلها بتبقى صعبه، بتبقى صعبه، الزمالك كلها صعبه، كل المباريات صعبه، مباريات الداخليه صعبه، كل المباريات. يعني كده يا كابتن، في طبعا الفرق، معظم الفرق طبعا الموجوده بتبقى في ناس طموحاتها ان هي عايزه تبقى من الاربعه، في ناس طموحاتها ان هي عايزه تبقى في نص الجدول، في ناس طموحاتها ان هي عايزه تقعد في الدوري. فيمكن دوت هو اللي مخلي المنافسه بادئه من بدري شويه. هتلاقي في نتائج الفتره اللي فاتت الناس شافتها، لا يعني على الورق الطبيعي مش سهل ان انت تكسب. يعني الطبيعي ان انت ما تكسبش فرق، صحيح. لكن زي ما بقول لك كابتن، هي الناس محتاجه ان هي تخلص من بدري. يعني الداخليه او بيراميدز مثلا لما تيجي تقول الماتش ده هتقول بيراميدز هيكسب كام بالظبط؟ بالظبط. لكن زي ما بقول لك كابتن، هي بقى الصعوبه في ان الناس عايزه من بدايه، مش عايزين يفضلوا لاخر وقت انا في الدوري ولا مش في الدوري. فعشان كده الموضوع بادئ من بدايته صعب. يعني ايه صعب. واللي هو هيفنش الدور الاولاني بشكل كويس يا كابتن، يعني بنسبه كبيره جدا هيقدر ان هو يبقى مستريح في الدور الثاني. فعشان كده البدايات كانت صعبه لكل الفرق السنه دي. طيب خلينا نروح للنادي الاهلي، وايه رايك في مشوار النادي الاهلي حتى الان مع مارسيل كولر؟ بص يا كابتن، يعني انا شايف النادي الاهلي الفتره اللي فاتت وخاصه اخر ماتشين، نعم، يمكن انا شايف كانت بدايه كويسه في الدوري. عامل ماتشات كويسه وعامل اداء كويس، وكان شكل الفرقه مختلف. انا شايف الفتره اللي فاتت اخر ماتشين بالاخص، شايف ان الحاله اللي موجود فيها النادي الاهلي حاسس ان في عصبيه مش مبرره. اوكي. حاسس ان في تسرع داخل الملعب من معظم اللعيبه. يمكن دوت هو اللي مأثر بشكل كبير على أداء النادي الأهلي، خاصة يعني لو بصيت على ماتش فيوتشر، لا فيوتشر اللي قبليه، الطبيعي إن الماتش جه في وقت من الأوقات بقى سهل. صحيح. تقدر تقول إن النادي الأهلي خلاص ضمن الماتش ويقدر يزود السكور. لكن إحنا شفنا برضو إن بعد ما الراجل اتطرد بدات النادي الاهلي تحس ان اللعيبه من جوه الماتش اطمنت زياده على اللزوم. فيمكن ده اللي ادى ان اللعيبه ما تقدرش ترجع للمباراه بشكل سريع يا كابتن في المباراه دي. وانا شايف ان ماتش فيوتشر هو اللي اثر على النادي الاهلي في فاركو وسموحه. يمكن خلى الامور تصعب على النادي الاهلي
في فاركو ونفس الشيء في ماتش سموحه. فيمكن دوت كابتن انا زي ما بقول لحضرتك ده اللي وصل ان النادي الاهلي للعصبيه داخل الملعب للصربعه لبرضه فقدان الثقه شويه. بالظبط يا كابتن، يعني برضه خلي بالك كابتن النادي الاهلي دلوقتي هو كان عنده فرصه ان هو يوسع الفرق شويه. صحيح. يمكن بس انت اللي حطيتنا، انت عارف النادي يمكن الاهلي الضغط يا كابتن اللي حصل دوت اترجم عكس على اللعيبه جوه الملعب. اوكي. فيمكن زي ما بقول لحضرتك انا شايف ان بس دوت هنا الناس تقول لك ايه يا ابو المجد؟ تقول لك ما هو انت راجل لعبت في النادي الاهلي ويعني في اوقات كانت صعبه برضو جدا. الضغط ده احنا انت متعود عليه، انت بالظبط لعيب النادي الاهلي. بالظبط. ففقدانك للثقه وخصوصا في ظل وجود جمهور كبير زي الجمهور اللي متواجد ده ويعني بيعمل كل حاجه عشان يقف يساندك ويدعمك. فشخصيتك فين كلاعب؟ ما انا عشان كده كلاعب النادي الاهلي. عشان كده كابتن بقول لك هي بص يا كابتن طول ما اللعيب وصلت له حاله اللي هي العصبيه والصربعه جوه الملعب دي من ماتش هتلاقي تقصد ان من ده من ماتش فيوتشر. بالظبط يا كابتن هتلاقي القرارات بتاعته جوه الملعب مش مظبوطه، هتلاقي يعني ال 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 الحاجات اللي هو عايز يعملها بيعمل عكسها، يعني اللي محتاجه تتشاط بيبصيها، اللي محتاجه تتباصى تتشاط، فهتلاقي معظم اللعيبه يعني مفيش تمركز جيد جوه الملعب. هتلاقي الفترة دي برضه أنا مستغربها إن يا كابتن بتلاقي أي فرصة مرتدة على النادي الأهلي أو على الديفنس بتحس إن هي هجمة ما هجمة هجمة خطرة. وده ما كانش بيحصل الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي. يعني صحيح. في عز ما أنت صحيح. كنت برافو بتبقى عليك. في عز ما أنت كنت بتبقى راكب الماتش وبتهاجم بصفة مستمرة، حتى اللي كانت بتيجي على الـ على الـ على الديفنس في فبقى تحولات او كده كان بالامور بتبقى سهله ان انت بتبقى الناس اللي واقفه ورا مركزه. صحيح. متمركزين كويس، بتلاقي الامور سهله جدا معاهم. لكن انا شايف ان الفتره دي يا كابتن انا شايف ان اللعيبه بتفكر في حاجه خارج الماتش، كورة. خارج اوكي. الكوره. اوكي. فيمكن دوت انا شايف ان ده مؤثر بشكل كبير جدا، مقلل من تركيز اللاعبين. بالظبط يا كابتن، مقلل تركيز اللعيبه جوه الملعب. كيف يمكن التغلب بقى يعني الحل؟ بص يا كابتن الحل انا شايف ان اللعيبه لازم تتلم احسن من كده. شايف ان اللعيبه فاقده مع احترامي يعني شخصيه القائد جوه الملعب. اوكي. ودي مأثره بشكل كبير جدا على الفرقه، بدليل ان في حاجات انا بستغربها ان اللعيبه بيجي في بعض الاوقات يا كابتن مع الضغط او مع النتيجه العكسيه بحس برضو ان في يعني ايه مفيش حد بيستحمل حد جوه الملعب. انا الماتش اللي فات برضه استغربت يعني علي معلول اللي ما كانش بيتعصب متعصب جامد جدا. خلي بالك برضو ما هو ثلاث ماتشات، الماتش اللي فات برضو فوز في الدقيقه 46 و96 96 بالظبط و16 ثانيه، والماتش اللي قبله تعادل. يعني انت كنادي اهلي مش متعود على هذا الامر، فهنا يجب ان تظهر شخصيه القائد. ده بالظبط يا كابتن. بالظبط يا كابتن. شخصيه القائد لازم تبان. بالظبط يا كابتن. زي عشان كده كابتن بقول لك لازم يبقى الامور داخل جوه يعني جوه الفرقه. الموضوع مش حتى مش مع الجهاز الفني ولا الاداره. ده اللعيبه بينها وبين بعض. بالظبط. تقعد لازم ويقعدوا يتكلموا لازم مع بعض. الموضوع يبقى داخل الفرقه. لازم اللعيبه يعني تحس بالمسؤوليه وتحس ان هي الفتره اللي جايه ديت مش مستحمله ان انت تقدر يعني تفقد نقاط تانيه، او ان الاداء ما يبقاش مستقر، او الدنيا ما تبقاش في 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 حاجه احسن. افضل حال. في احسن حال. عشان كده زي ما بقول لك كابتن لازم اللعيبه داخليا لازم الموضوع يبقى منهم هم. مش انت عارف الجمهور زعلان من ايه؟ مش ان انت تعادلت طبعا، الاداء تعادل، طبعا لكن الاداء الاداء لا يطمئن بقاله ثلاث ماتشات. وبالتالي بالظبط. انا بكسب في الدقيقه 96 ولكن انا مش مطمن ممكن قبل كده كنا نكسب في الدقيقه 96 والناس تبقى مطمنه حتى لشكل واداء الفرقه. النهارده الناس مش مطمنه قوي لهذا الامر يا ابو المجد. ما عشان كده كابتن بقول لك هي المشكله كلها داخليا في اللعيبه بينهم وبين بعض، بينهم يقعدوا وبين بعض. يتكلموا بقى. الحاجه الثانيه يا كابتن لازم اللعيبه تلتزم اكتر من كده. يعني تلتزم بمعنى التكليفات اللي بتتاخد جوه الملعب جوه الملعب لازم ينفذها. يعني التكليفات اللي هو بياخدها جوه الملعب، طريقه اللعب، الحاجات اللي المفروض شخصيه النادي الاهلي تبان فيها. لازم 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 يبقوا مصرين عليها كابتن. اوكي. يعني ما يتاثروش ولا بنتيجه ولا بضغط جمهور ولا برضه يعني عدم استقرار في المستوى. لا انا محتاج ان انا
ليا سيستم وليا طريقه لعب وليا اسلوب لعب لازم احافظ عليه طول اوكي. الوقت. انا ماليش دعوه بالفرق اللي قدامي بتشتغل ازاي، لا ايوه المفروض الفرقه اللي هي بتشتغل عليا انا كنادي اهلي، وانا سيستمي معروف معروف ولازم تبقى حلولي موجوده ولازم تبقى اللعيبه محضره للشغل ده يا كابتن. فانا عشان كده بقول كابتن محتاجين جدا الفتره اللي جايه تركيز بشكل كبير جدا داخل الملعب، اللعيبه تنفذ، اللعيبه تبقى حافظه التعليمات ايوه. ومصره عليها. إذن التركيز هو اللي هيوصل كل الحاجات اللي طبعا حضرتك بتتكلم فيها دي، ان انا اركز في الملعب واركز فقط في كل التعليمات الخاصه بالكوره في المباراه القادمه اللي هي مباراه سيراميكا كليوباترا، وهي مباراه صعبه. بالظبط. طبعا سيراميكا طبعا بيمر يعني بنتائج بعض الاوقات جيده، فكل بيبقى دايما قدام النادي الاهلي بيحاول ان هو يعدل الفريق من قدام النادي الاهلي. بالظبط يا كابتن، انت عارف يا كابتن ماتشات النادي الاهلي بتبقى ليها اهميه خاصه عند اللعيبه، فاي فرقه هتلاعب النادي الاهلي بتبقى في قمه تركيزها وبتلعب بشكل منظم وبتبقى حريصه جدا في كل حاجه بتعملها مع النادي الاهلي. فعشان كده النادي الاهلي لازم يحضر نفسه طبعا، او اللعيبه تحضر نفسها ان كل الماتشات بالنسبه لها تبقى صعبه الفتره اللي جايه. حقيقي. فلازم زي ما قلت يا كابتن لازم اللعيبه نفسها يبقى يعني هاديه وتبدا تشتغل على المكسب وتبدا تشتغل بنفس اسلوب لعبهم اللي بداوه في اول الموسم. طيب، جماهير طبعا كلها زعلت، واعتقد ان انت كمان زعلت على اكرم توفيق طبعا واصابه طبعا اكرم توفيق طبعا برباط الصليبي. اعتقد يعني الحمد لله ان هي جت على قد كده. يعني من الحاجات اللي زعلتني جدا، وحاسس ان هي جت في توقيت ما شاء الله اكرم كان بيأدي بشكل كويس قوي، حقيقي. وانا شايف ان يعني برضو من الحاجات اللي هتأثر بشكل كبير جدا على النادي الاهلي الفتره اللي جايه، ويمكن حتى في المنتخب. اكرم كان حالل مشكله كبيره جدا حقيقي. في الجبهه اليمين، ويمكن كان عامل شغل هايل والاداء بتاعه كان بيتطور يوم بعد يوم. نعم. لكن الحمد لله طبعا ربنا يا رب يرجعه بالسلامه ان شاء الله ويرجع احسن من الاول ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. عموما خلينا نكمل كلامنا، ولكن نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ابو المجد، هبدأ معاك في الدوري العام ورأيك في مستوى التحكيم في الدوري العام هذا الموسم. ما بلاش ما بلاش بلاش نتكلم في الماضي. يعني شايف كابتن بصراحة ان مستوى التحكيم كان اول 3 4 ماتشات جيد جيد. يعني فكرة الدفعة الأولانية لرئيس لجنة الحكام مع الحكام كانت مركزة بشكل كبير جدا، لغاية برضو لما رجعنا تاني لنفس الريتم الأولاني يا كابتن، رجعنا لنفس الريتم اللي هو أي لمسة فاول، أي تاتش بالكرة في الإيد ضرب جزاء، وبدأت تعمل ضغط على نفسك. مع إن أنا شايف إن التحكيم كان بادئ بداية الموسم، لا الموضوع كان مختلف، الالتحامات بقت عاديه جدا، حتى تقنيه الفار كانوا بيأدوها بشكل كويس قوي، الناس كانت مركزه، الناس ما كانتش بتاخد وقت كتير جدا في مراجعه الاخطاء صح. او اللعب، فكانت الامور ماشيه بشكل كويس. ويمكن حتى انت كنت خلاص اللعيبه كانت مشيت في الاطار ده كابتن، حتى اللعيبه والانديه والاجهزه بدات تخش في خلاص الاطار ده، خلاص بقى ايه الكره السريعه والالتحامات الطبيعيه ده جوه الملعب. لكن انا شايف ان الموضوع كابتن بصراحه قلب بعد كده، برضه شايف شايف الموضوع قل، تركيز الحكام لا مش احسن حاجه، شايف ان بدات تبقى في اخطاء كمان واضحه، شايف ان في حاجات بتتعمل مش عارف مش طبيعيه. فلا انا شايف ان برضو في علامه استفهام الفتره ديت. مش عارف، انا الحقيقه بتحس ان الدوري قبل التوقف حاجه وبعد التوقف حاجه تانية بالظبط في كل في كل بالظبط حاجه في كل بالظبط. المنظومه. يعني المنظومه، يعني انا بشوف ان التحكيم برضو فعلا على رايك كان اول 3 4 يعني كانت الدنيا ماشيه شويه كويس، بعد كده الامور اختلفت تماما. هي قاعده الست ثواني لسه موجوده وبيتم تطبيقها بالظبط في مباراه الاهلي وسموحه. هاني سليمان مسك حصل الكره 13 ثانيه، بالظبط احنا عديناه 13 ثانيه والحكم ما حسبش حاجه.
انا ما اعرفش هل الحاجات دي بتبقى مش عن جهل ولا عن عمد، ولا انا الحقيقه ما اقدرش اتكلم في هذا الامر، لانه او احنا دايما بنتكلم في مثل هذه الامور، لكن انا مش عارف هو ده جهل ولا عمد، ولا انت مش واخد بالك، ولا بتطنش، ولا ايه اللي بيحصل يعني. لا اكيد يا كابتن، يعني انا شايف ان هو بيبقى برضه معظم الحاجات اللي بتبقى زي كده او الحالات اللي زي كده ممكن ما تبقاش في تركيز الحكام، ما انا خاصه ان هي ما بتتكررش كتير يعني. ما انا كفريق ذنبي ايه المفروض؟ لا يعني، انا بالظبط كواحد بالظبط بشجع النادي الاهلي، حصل في اي نادي في مصر وانا بشجع مثلا النادي ده في مصر، وده حصل ان الحارس المرمى مسك الكره 13 ثانيه، مش مثلا 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10، 13 ثانيه يعني، في قد يعني هو المفروض 6 ثواني، هو واخد ضعف الوقت بالظبط، والحكم ما خدش باله. فبعد هي برضه يا كابتن هي نفس برضه الفكره بتاعت ان بتبقى مثلا في فرقه كسبانه، فمن الطبيعي ان في ناس بتحب تهدي اللعب، فالحكام بتبقى ماشيه في الاطار دوت. طب لعيب بيقع يروح منزل له الطاقم الطبي وهو اصلا ما فيهوش مفيش حاجه، حاجة يعني في حاجات انت كحكم لازم تقراها بعينك. اللعيب صحيح، دوت فعلا مصاب، هل في حاجة حصلت؟ تحتاج ان هو فعلا توقف اللعب، صح، ولا هو الطبيعي ان هو بيحاول يهدي اللعب؟ يعني انا بقول يعني الحالات اللي زي كده كابتن، لو حكم مره في مره مشيت محدش هيقع، صحيح، يعني الناس هتبدا تشتغل ان انت محتاج برضه في معظم الوقت اللعبه يا كابتن يمشي، والفرق تشتغل، يعني الامور تبقى احسن من كده. الدوري السنة دي شكله عامل ازاي؟ من افضل الفرق او الحصان الاسود من وجهة نظرك في هذا الدوري؟ بص يا كابتن، يعني بنسبة كبيرة لسه ما ظهرش موضوع الفرقة اللي هي هتبقى الحصان الأسود في الدوري. زي ما قلت لك المنافسة بادئة من بدري جدا، يمكن حتى زي ما أنت يعني لو جبت ترتيب الجدول يا كابتن هتلاقي مثلا تقريبا من العاشر لغاية تحت الفرق مش كبير، صحيح، فتلاقي كل الفرق قريبة من بعض. اللي بيكسب ماتش دلوقتي بينط في مركز كويس، لسه ما فيش الفروقات الكبيرة في المراكز او ما بين الفرق وبين بعض. طبعا انت بتلعب في الاسبوع التاسع وخلص الاسبوع التاسع، فدي برضه لسه قدامنا شويه عقبال ما الامور تتضح، ان مين اللي هيكمل، مين اللي مش هيكمل، مين اللي هيفضل محافظ مين. فالامور لا الامور انا شايف الامور السنه دي هتبقى مختلفه وهتبقى صعبه جدا، والموضوع مش هيتحسب من بدري. الماتش جاي مين الداخلية؟ احنا عندنا الماتش جاي امبي ان شاء الله، ام بي؟ ان شاء ام الله بي مع كابتن كابتن طلعت طلعت دلوقتي. مسك. مسك قبل الماتش ده ولا اول ماتش؟ مسك، لا مسك النهارده اول تمرين يعني كده، اول يوم، يعني هتبقوا انتوا اول مباراة في اول ماتش ملعبكم ليه. ولا مش هتفرق مش كتير؟ هتفرق، احنا بنلعب على ملعب بترو سبورت برضه. والله بس هو ملعب، هو ماتشهم يعني هو ماتش ماتش ام بي. ام بي. مين ابرز اللاعبين اللي انت شايفهم لغايه دلوقتي برضو في الدوري؟ في الدوري انت شفت 9 فرق يعني. يعني بص يا كابتن، يعني مثلا في جون ابوكا في سيراميكا شغال بشكل كويس قوي، بتتكلم على حسين الشحات الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس، حتى لما بينزل بيأدي بشكل كويس. انا بالنسبه لي برضو رضا السيد عندنا حراس المرمى شغال ما شاء الله بحاجه محترمه جدا، وشغال بيأدي. محمد نجيب الحقيقة اللي كان بالنسبة لي ومحمد مفاجأة نجيب كبيرة جدا في بالظبط، الداخلية، يعني محمد نجيب عامل شغل رائع، فارق معانا بشكل كبير جدا، يمكن خبرته وجوده من الناس اللي فارقه معانا السنه دي، ويمكن يعني دوره جوه الفرقه ومع الماتشات باين الحمد لله. يعني هتلاقي يعني في هتلاقي في كل فرقه كابتن لعيب او اتنين ماشيين بشكل كويس. احمد الشيخ عامل طفره في المحله، هداف الدوري، ده في الدوري 6 أهداف. فماشي برضه بشكل كويس واداؤه واضح الفتره اللي فاتت مع غزل المحله وفارق معاهم. فيعني هتلاقي يعني في 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 لعيبه كتير ظهرت الفتره اللي فاتت بشكل كويس يعني. طيب 7 مدربين تم تغييرهم حتى الآن، أعتقد يعني بعد الأسبوع 7 أو 8 بيحصل كده، أعتقد لسه بدري بالظبط كده. يعني. أنا الحقيقة في مرة الأسبوع اللي فات قبل ما تلعبوا ماتش بيراميدز كان عندكم ماتش واتغلبتوا تقريبا او تعادلتوا حاجه كده، اتغلبنا لا المحله، لا كان المحله او اخر اللي ماتش قبل اتغلبناه المحل. المحله. كان ماتش وكنتوا عاملين ماتش كويس جدا، فانا قلت ايه ان اداره الداخليه لكن اداره الداخليه الحقيقه
صابره جدا على الامر، وبالتالي بدات الشكل العام يبان على عكس بعض الفرق الاخرى اللي اول ما حصل حاجه هزه ولو كانت بسيطه اطاحت بالمديرين الفنيين. بص يا كابتن، يعني انا شايف ان وجهات نظر كلها مدارس، يعني انا بقول لك كابتن مهم جدا يا كابتن ان صانع القرار يبقى قريب من الحدث، الجهاز الفني يعني لازم يبقى قريب من الجهاز ولازم يبقى قريب من اللعيبه ويعرف ايه اللي بيتم. وده الحمد لله ده موجود في الداخليه، يمكن يعني الاداره او سياده اللواء عثمان موجود معانا بشكل مستمر، فهو شايف بعينه المجهود اللي بيحصل واداء الفرقه بتشتغل ازاي وبتادي ازاي، فهو بالنسبه له يعني الحمد لله الموضوع مش مقلق، يعني الموضوع كنتائج شايف ان النتائج جايه يعني النتائج كده كده جايه طول ما اللعيبه بتتمرن بشكل كويس، طول ما اللعيبه بتادي وبتعمل ماتشات كويسه، المكسب باذن الله والتوفيق كده كده ان شاء الله هيجي لك. فعشان كده الامور كانت بالنسبه لنا الحمد لله يعني فيها هدوء، وده انعكس على اللعيبه الفتره اللي فاتت الحمد لله ما اشتغلوش تحت ضغط خالص، ويمكن الحمد لله احنا برضو ما بنشتغلش تحت ضغط. الموضوع ببساطه كده هو تعاون ما بيننا وما بين النادي، احنا عايزين نعمل حاجه كويسه للنادي والنادي بيحاول يساعدنا ان احنا نكمل في جو كويس يعني. لكن طبعا الظاهره طبعا يا كابتن انا شايف ان هي يعني حاجه مش كويسه. سبع مدربين في بعد الدوري على الاقل تسع، في واحد كابتن ربيع بعد ثلاث ماتشات بالظبط يا كابتن، يعني هو التقييم بي 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 بيجي ازاي يعني؟ تقييمك انت للمدرب، انت اكيد لما بتجيب مدرب يا كابتن وتتعاقد معاه في اول السنه انت بتبقى مقتنع بيه طبعا، وبتبقى عارف متعاقد معاه ليه؟ بالظبط، وبتبقى عارف الراجل دوت صحيح هيعمل ايه مع الفرقه او هيشتغل بالطريقه اللي تناسب الفرقه او تناسب النادي ولا لا. عشان كده انت بتجيب مدرب بالمواصفات اللي انت عايزها. نعم، لكن انت بعد كده يا كابتن لما تيجي مثلا تغير بعد ثلاث ماتشات او اربع ماتشات متهيألي برضو كمده يعني متهيألي قصيره جدا ان انت تقيم فيها مدرب، خاصه يعني هتلاقي في فرق بتغير يا كابتن وهي اصلا ما عندهاش امكانيات، يعني انت ما وفرتش للمدرب دوت اي حاجه لعيبه، ما وفرتلوش صحيح معسكرات كويسه، ما وفرتلوش مرتبات وفلوس واجهزه وحاجات امكانيات اللي هي تخليه يمشي بشكل كويس. فيمكن يعني قبل انت ما تحاسبه حاسب نفسك يعني ببساطه يعني. فانا شايف يا كابتن فكره تغيير المدربين انا شايف لازم يبقى في مع احترامك يا كابتن زي ما انت كرابطه انديه حامت الانديه ان المدرب ما يسيبش النادي ويمشي، لازم حضرتك كمان تحمي المدرب. رايي لازم تحمي المدرب ازاي؟ دي قرارات مجلس اداره ما لهاش علاقه لا يا كابتن، يحميه ازاي يا كابتن؟ انت لما المدرب بيسيب الفرقه ما يشتغلش. طب ما هو ده اللي بيحصل. طيب ما بيشتغلش هو دلوقتي يعني لو انا لا لو انا لو انا اللي سبت الفرقه ومشيت انا اللي استقلت وسبت الفرقه ومشيت انا مش همرن السنه دي، ايوه صح في البيت صح، لكن النادي ليه حق ان هو يمشي المدرب ويجيب مدرب تاني وفي نفس الوقت انت المدرب ده ممكن يبقى الشرط جزاءه بيبقى شهر يا كابتن ولا حاجه، ممكن يقعد سنه كامله ما استفادش حاجه. اوكي، الحاجه الثانيه يا كابتن النادي ليه ان هو يغير 10 مدربين زي ما هو عايز بمزاجه. ايه طب دي انا كرابطه يعني لو انا رابطه لا يا كابتن زي ما حددتها للمدرب ان ليه ناديين، انا على المدرب المدرب تحت ان ليه ناديين يا كابتن. مجلس الاداره بيبقى بياخد قراراته ازاي؟ بياخد قراراته من يعني قوته في جامعته العموميه مش في الرابطه يا كابتن. لا انا بتكلم على ان الرابطه حددت انتقالات المدربين. لو انا اللي مشيت استقلت خلاص انت مش هتشتغل، هتقف في بيتك مش هتروح نادي تاني. صحيح، لكن لو النادي اللي مشاك ليك نادي واحد. طب ايه زي ايه عايز ايه؟ ليك نادي واحد بتعمل ايه مثلا؟ لا يا اما النادي يا كابتن يا اما النادي يتحمل السنه كامله للمدرب، يا اما النادي هو انت ليك مدربين في خلال السنه. ما تبقاش مفتوحه برضو للنادي يا كابتن، لو انت عايز تفتحها للنادي افتحها للمدرب. ما انا برضو وجهه نظر برضو. ما انا برضو يا كابتن ممكن مع احترامي يا كابتن لما اجي اخش نادي، فهو دلوقتي لو مثلا جه قال لاي فرقه انت ليك مدرب اثنين مدربين فقط، مفيش حاجه اسمها كده. طب سؤال يا كابتن، سؤال يا كابتن، انا باخد قراري على حسب رؤيتي كمجلس طب برضو استفسار يا كابتن، لو انا دلوقتي جيت انا كمدرب مدير فني دخلت نادي واتفقت مع حضرتك على طريقه الشغل وامكانيات معينه عايزك توفرها لي عشان
اكمل شغل في النادي، وحضرتك جيت في وقت من الاوقات ما التزمتش معايا، وانا شايف ان انا مش هقدر اشتغل اكمل. تعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ مش عارف. لو انا مشيت خلاص انا قعدت في مش البيت، هتلعب، هتقعد في البيت. انا قعدت في البيت والنادي بالنسبه له مش فارقه معاه، امشي امشي وماشي ابو وهجيب المجد واحد تاني. اسلام، ماشي بالظبط اسلام مهد علي. بالظبط يعني. فعشان كده يا كابتن، لا يعني انا شايف يعني حاجه كويسه ان تبقى الانتقالات محدده، مفيش مشكله، بس في نفس الوقت برضه يا كابتن لازم تحمي المدرب. انا كمدرب، ما انا ممكن اقعد السنه ديت ما اشتغلش عشان مع احترامي قرار من رئيس مجلس اداره، لا اقعد، لا شكرا مش عايزك. طب ماشي، انا استفدت ايه بقى؟ استفدت ايه؟ شرط جزائي شهر مثلا، ولا حاجه. طب وبعد الشهر بالظبط ولا حاجه. فهي الفكره كلها وجهة كابتن. نظر يعني يتم طرحها ان شاء الله خلال الفتره الجايه. اخيرا انا عايز اعرض لك برضو مباريات الجوله العشره علشان نتكلم فيها ونشوف وجهة نظرك في هذه المباريات. الحقيقه الثلاث يوم الثلاث اللي هو بكره ان شاء الله مباراه بيراميدز والاتحاد السكندري الساعه 5. كلمتين كده عن المباراه البيراميدز والاتحاد. يعني يا كابتن هتبقى مباراة صعبة جدا، بيراميدز مغلوب الماتش اللي فات، ونفس الوقت الاتحاد كسبان المباراة برضه الماتش اللي فات، فمحتاج ان هو يحافظ على المكسب بتاعه، وبيراميدز طبعا محتاج ان هو يعود. يعوض، فهتبقى مباراة صعبة جدا. طيب انبي والداخليه ده يوم الاربع، يوم الاربع في اربع ماتشات، انبي والداخليه، الجيش وحرس الحدود، فاركو وفيوتشر، سيراميكا والاهلي. انبي والداخليه ماتش هيبقى صعب جدا طبعا، يعني، النادي انبي المدير طبعا الفني بالظبط الجديد لانبي مدير فني، والداخليه منتشي. فاحنا خلينا محتاجين نتكلم برضو انا عن لا محتاجين طبعا يا كابتن ان احنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا بمكسب، فمحتاجين باذن الله ان احنا يعني نستمر على كده والامور تمشي. والامور تتحسن الفتره الجايه ان شاء الله. فاكيد هتبقى مباراه صعبه جدا، وهتبقى برضو انا شايف المباراه دي فارقه بالنسبه لنا طبعا يعني، باذن الله باذن الله يعني ربنا يقدر لنا باذن الله المكسب باذن الله باذن الله يا كابتن. هنمشي كويس هنمشي كويس في الدوري في الدوري ان شاء الله. طلائع الجيش وحرس الحدود، حرس الحدود برضو ايضا منتشي بعد الفوز الاخير على البنك وطلائع والحرس الجيش. كسبان برضو، والحرس كسبان متعادل. مع بنك الاهلي، والجيش متعادل الماتش اللي فات. شايف برضو ان بص يا كابتن كل الماتشات صعب. صعبه جدا، اوكي. والفتره دي يا كابتن صعبه جدا ان انت تتوقع مين اللي هيكسب يعني المفاجآت صحيح. بتحصل بره يعني خارج الملاعب. خارج وخارج التوقعات. بالظبط، فعشان كده يا كابتن الماتشات كلها الفتره اللي جايه طيب زي ما بقول لك هتبقى صعبه جدا. الخميس بقى ماتشات الزمالك والاسماعيلي الساعه 7، وسموحه وغزل المحله الساعه 5، والبنك الاهلي والمقاولين العرب ده يوم الجمعه، وسموحه وغزل المحله ايضا يوم الجمعه. يوم الخميس المصري واسوان والزمالك والاسماعيلي. المصري واسوان برضو مباراه صعبه وكل حاجه، ولكن المصري بعد الفوز على المقاولين واسوان الحقيقه منتشي جدا مع كابتن ايمن رمادي. اكيد طبعا كابتن مصر، مباراه المصري يعني هم لسه كسبانين اول مباراه مع كابتن حسام، فهتلاقيهم برضو بيدوروا على مكسب تاني، مش مع وخاصه المقاولين كانوا بيلعبوا الاسماعيلي صح، هما تعادلوا 2-2 مع تعادلوا المقاولين 2-2 مع المقاولين، وبعدين وكسبوا كسبوا الاسماعيلي الاسماعيلي 1-0 صح. 1-0. فهما بالنسبه لهم يا كابتن محتاجين ان هم ياكدوا برضو المكسب، اوكي. خاصه انا شايف ان الامور بالنسبه لهم مش هتبقى صعبه يعني، مش هيروح يلعب في اسوان ده عنده في ملعبه. بالظبط يعني، اقصد مش هيطلع مش هيسافر، فهتلاقي الامور برضو بالنسبه له افضل. فيها اريحيه شويه. الزمالك والاسماعيلي. ماتش صعب جدا على نادي الاسماعيلي، خاصه الاسماعيلي تعادل. بيتقال اخبار ان ميدو اصبح مديرا فنيا لنادي الاسماعيلي، حتى الان لم يتم التاكيد، ولكن يعني انا شايف تصريحات كثيره لميدو ان هو موافق جدا على التواجد، فبالتالي اعتقد ان ميدو هيكون مديرا فنيا لنادي الاسماعيلي في مباراته امام الزمالك. بص يا كابتن يعني انا شايف ان الموضوع هناك يعني مش هيبقى تركيزه على المدير الفني، انا شايف ان الموضوع بالنسبه للنادي الاسماعيلي لازم يبقى اكثر هدوءا، والدنيا هناك سيب لازم واحد تبقى يشتغل اسبوع. مستقر، الناس الدنيا تبقى مستقره شويه، هيفرق كتير جدا مع الفرقه. لكن فكره الضغط وفكره برضو عدم الاستقرار الفني وعدم الاستقرار المادي والاداري،
هتلاقي الامور برضه كابتن صعبه جدا على النادي الاسماعيلي، خاصه ان هو يلعب نادي الزمالك، ونادي الزمالك متعادل الماتش اللي فات، فمحتاج ان هو بيدور على المكسب وعايز يقرب شويه من النادي الاهلي. صح، فهتلاقي برضه الماتش كابتن مش سهل طبعا. سموحه وغزل المحله، سموحه برضه بعد التعادل مع النادي الاهلي، وغزل المحله بعد التعادل الاخير في مباراته، فبالتالي مباراه هتكون صعبه، البنك الاهلي والمقاولين العرب اخر مباراه. يعني سموحه وغزل المحله، البنك الاهلي، المقاولين، هتبقى تقريبا يعني الماتشات شبه بعض. البنك الاهلي بقى طبعا الوضع بتاعه مختلف الفتره اللي فاتت، وترتيبه في الجدول مش بالشكل اللي الناس بتطمح يكونوا موجودين صحيح. عليه، فيمكن ده هيخلي برضو الامور بالنسبه لهم الماتش هيفرق بشكل كبير جدا معاهم. المكسب مهم جدا بعد فتره الهزائم اللي فاتت، فاكيد هيبقى ماتش صعب جدا يعني. عموما ان شاء الله نشوف ماتشات جيده في الاسبوع العاشر، لان الاسبوع التاسع الحقيقه ما شفناش ماتشات جيده، وشفنا عدد قليل جدا من الاهداف. نتمنى ان شاء الله ان يكون الاسبوع العاشر مليء بالاهداف، لان الجمهور بيحب دايما يشوف الاهداف. نشكرك شكرا جزيلا يا كابتن المجد على وجودك معانا، واتمنى لك التوفيق مع فريق الداخليه في حياتك خلال الفتره اللي جايه. شكرا كابتن اسلام، ربنا شكرا جزيلا للكابتن ابو المجد مصطفى. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل محمد جمال ومحمد مصطفى في ضيافة البيت الكبير.